صباح الفل يا عريس. صباح الخير يا عيد. الو. سوري حمدي، سوري حمدي لو سمحت دقيقة واحدة. شكرا. ايه اشرف؟ اهلا يا حبيبتي. بكره اي ساعة طيارة الاولاد على المظبوط؟ قال يا لولا انت قلقانة على الاولاد كده ليه؟ دي أول مرة يسافروا، وبعدين ما أنت عارفة إن هم جايين بكرة، تفضلي قلقانة كده لحد بكرة. تعرف أنا مستغربة يا حالي، يمكن لأني بطلت معود أبعد عنهم ما بعرف. ما أنت ما بتكلمهمش هناك ولا إيه؟ بلا هزار. يلا أنا شوي صغيرة بخلص وبرجع على البيت. طيب أنا مش رايح في حتة، لا أروح هنا ولا هنا، قاعد مستنيك. يلا باي يا حبيبي. باي حبيبي، باي. حمدي انت فين؟ تعال. يا ابدا. ايه كيف رح نعملهم على العرس؟ ليك حمدي انا بدي شيء كثير صغير. دخليك مش هيدي ريم بنت نجاتي اللي وقفت تحت؟ يقصف عمرها شمفحلي من هي وصغيره اخت رجال. دخليك قصه السفره على مصر مزبوطه؟ شو بعرفني كيف ام ابراهيم مخليتها تسافر؟ ليش خطيبه احلى منها تركها وحده تسافر تجيب له مصاري؟ وهي احلى بوكيه احلى ورده بالضيعه. اوه غير شكل، قد ايه بتأمرنا؟ لك 20 ألف. والله غليان الورد هالايام. الله ما في شيء بيغلى عليك. هاي 20 ألف. يعوض عليك. العب تشفت ايه؟ شو هالجيل الوقح؟ ازيك يا خالد؟ هلا حبيبي. قول لي بقى، مش ناوي ترجع في كلامك وتسافر معانا مصر؟ تحضر فرح امي اللي هي اختك الوحيده اللي بتحبها وبتموت فيها؟ قول لي بذمتك ما وحشتكش؟ ها؟ عينك في عيني كده، وبعدين انتوا بقالكوا سنين عايشين مع بعض، بتعود كل يوم تصحى الصبح تلاقيها في وشك منوره زي القمر. اكيد راح اشتاق لك كتير. بس هذا الموضوع ما بدي احكي فيه انا وياك، لانه ما بدي اتشارع معك. انا وياك بنختلف كتير بالراي فيه. ما انت كنت السبب ان هم يتطلقوا من 7 سنين، وانا دلوقتي السبب ان هم يرجعوا تاني، اكيد مختلفين مع بعض. بس انا نفسي اسالك سؤال، انت ليه بتكره بابا قوي كده؟ خالد انت بتعرف قديش انا بحبك. هذا الموضوع بلا سيرته. بتخلع يعني من الاجابه، ماشي. طب هم لين وخلود فين؟ بيقوضهم عم بيضبوا الشنط.
جد انك وحده خبيثه. ايه هيك بتنزلي بتشيلي ورد بلينا؟ لحظه حبيبتي، نحن ما جيتي معي انت وياها، السياره عن 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 هلكتني، بعدين لحظه لحظه، ما تفكروا انه انتم ما رح تدفعوا حق الوردات معي، اول قبضه بمصر انا هات. لا تعملي لي هيك ولا ورد الي؟ ابيض كمان؟ حياتي ما حدا جاب لي ورد لا ابيض ولا احمر ولا زهر حتى. يا حبيباتي كلكم ذوق. ولو يعني معقول نفل بلا من وضعك؟ يعني ما في شيء من قيمتك، هيدا اقل شيء فينا نعمله معك ستنا. يا محتالي، استعرت السياره حتى تنزلي على السوق وتشتري لي ورد؟ قال شو؟ ماما مريضه ولازم جيب لي دواء ولازم استعير سيارتي. هيدا مفتاح سيارتك، بس هلكتني السيارة ست نجيبة. بتجيبي سيرة ريري؟ عسيرة الريري، وين أستاذ الرشيد؟ أستاذ الرشيد مش هون. إيه أريح، بيكون مش طايق يشوفنا، إحنا فلينا هيك خبط لزق. حبيبتي ما بدها هالقد، هلا هو لزعلان زعلان شوي، بس مصلحتكم أهم. معها حق، أهم شي مصلحتنا. إيه؟ أنت كمان؟ اسكتي. سلمينا عليه كتير. وصل حبيبتي. ايه يا حلوين، مش هتسلموا على ست نجيبه قبل ما تروحوا مصر ام الدنيا؟ امال توصلوا بالسلامه. ميرسي. تبعوا على حالكم، ما بدي اوصيكم. ايه بدكم انا اوصلكم؟ لا لا لا، بدنا نشوف اصحابنا نحن على الطريق. طيب حبيباتي موفقين. يلا باي باي. بدك امي؟ ليه ما مرقت على المعمل جبت اختك معك؟ ليه شو راحت تعمل هونيك؟ مش على اساس تركت الشغل ومسافره على مصر؟ راحت هي وسهى ومي يودعوا نجيبه. مش عرفك امي، هلا بتلاقيها واصله. الله يرضى عليك، احسن ما حدا هلا يلطش اختك على الطريق وتعمل مشكل. منيح، ما بنتك اخت رجال، ما تخافي عليها. الله يرضى عليك، ولو كرمالي. مش عرفك امي، اذا هون خفان عليها هيك، شو بدك تعملي بس تروح على مصر لوحدها؟ والله مش عارفه يا ابني. شو يا بومه؟ هيك بدك تضلك عامل مثل البومه؟ ريم ريم، انا رح افقع رح جن. شو بدهم يقولوا عني بالضيعة؟ بعتها لتعمل مصاري برات لبنان وهو باقي هون؟ مين الزلمة، أنا ولا أنت؟ أنا لازم روح أعمل مصاري مش أنت. وليد كبر عقلك، أنت بتعرف إنه هالأيام صارت بنت مثل الشاب، وأنت بتعرف كتير منيح إنه أنا قدها وقدود. بعدين مش أنت كل عمرك تقول إنه أنا وياك بس نتجوز رح نصير واحد؟ ليه ما بحب أسمع هالحكي؟ ما بدي اسمعه برا اذا بتريدي. وليد انا بحبك، بحبك كثير. مش قادرة انطر 20 سنة خاطبين، كلهم 3 سنين نتجوز وننستر انا وياك ببيت. عليه وصار له بندرات زمان. بحبك يا بومي. بومي؟ انا بومي. طيبين. وانا بحبك يا بومي. تسلموا هالديات يا حبيبتي. ايه هيش راح اشتاق لك يا حبيبتي.
حبيبتي ما بعرف أنا كيف بدي أعيش بلاكي. ولا أنا يا أمي أفكر بهالموضوع ليل نهار. ما بعرف أنا خايفة، خايفة يصير لي شي وما إلحق أشوفك. ما تحكي هيك، بعيد الشر عنك. أنت بتعرفي إنه أنا ما بقدر أعيش بلاكي. طيب ضروري تسافري بكرة، ما فيك تأجلي شوي؟ يا ريت. الجماعة حجزوا كل شي وخلصوا كل الأوراق، لازم نسافر بكرة. يا الله شو بدي اشتاق لك. أنا كمان اشتاق لك كتير حبيبتي. تسلمي لي. وليد احكي لك شي كلمة. طبعا قليل اضحك لي ضحكة صغيرة قبل ما سافر يا حبيبي. اضحك لك؟ كيف بدي اضحك لك؟ انت رايحة ما بعرف لوين ولا كيف. انا لازم روح مش انت ريم. بس وضعي ما بيسمح فل من البلد. بدك اياني اضحك؟ كيف بدي اضحك؟ وليد بكرة بتشوف. الله رح يفتح بوجهنا. أحوالنا رح تتحسن كتير ورح تصير تتطمن عني وتجي لعندي كمان. تبقى طمنيني بس نفسك. هطمنك يا كالو حرب، أول ما نوصل هكلمك على طول. عايز تكلم لين؟ معلش ياسرين دخلت الحمام. طيب يا حبيبي خلي بالك من نفسك، مع السلامة. يا بنتي فك التكشيرة بتاعتك دي، أنا خايف نطلع الطيارة تقلب من بوزك ده. بلا سؤالي خالد عن جد خاف. ما تخافيش يا خلود أنا بهزر، إن شاء الله الطيارة تقلب بينا. تعرفين أنا مبسوط قوي إن بابا وماما هيرجعوا يعيشوا مع بعض دي. واللي بسطني أكتر إن أنا السبب في الموضوع ده. وشو رح يتغير يا حبيبي؟ كل شيء رح يبقى مثل ما هو. انتوا بمصر ونحن هون بلبنان، ما يكون اذا تجوزوا في شيء رح يتغير يعني. اكتر حاجه بحبها فيكي يا حبيبتي التفاؤل بتاعك. فك يا بنتي اضحكي، نفسي اشوفك بتضحكي بره. ما تعطي حالك خالد، ما تعطي. انت عارفه يا لين انت المفروض تعملي اعلان مع جون سنان عشان ضحكتك الحلوه اللي ما بتشوفهاش دي. اي ضحك ايه؟ صباح الخير يا ام ابراهيم. صباح الخير يا غازي. جبت لك كعكه لريم مثل العاده، خبيها ما بدي منك مصاري. يلي بتحب الكعك سافرت. ريم سافرت، راحت على مصر لتشتغل 3 سنين. يلا يلا يا اسامة عجل شوي، جينا بضاعه جديده بدنا نخلص. عجل شوي، امتى وصل البضاعه؟ بعد يومين معلم رشيد. ليه ما تلفت لهم؟ تلفت لهم. بعدك هون؟ ما قلت لك اليوم لازم تروح ترتاح؟ شو قصدك يا نجيب؟ بتضلي مستعجلة علي هيك، ما خلصت الجردة بعد. لك أي جردة أي بلوط، وجهك أصفر ومش عاجبني. يلا، روح تلقح لك شي شوي، وأنا بزمط على الغطا وباخذ لك أكل، عملت لك بازيلا وروست وبتحبها كثير. يلا يلا. شو بدك يصير فيك ما صار فيك هيديك المرة تغيب عن الوعي؟ أنت مش بس ابن عمتي، أنت عيلتي كلها، أنت كل شيء اللي بهالدنيا. يلا.
شايفينين؟ كثير بتخاف الطيارة بس تقلع. اللي بيسمعك بيقول انه نحن دايسين بالطيارة قبل. ليك انجا هيدا كاميون الخضرة تبع الضيعة. مش بعرف ليك بقولوا. أنا كلها على بعضها هالسفرة مش مطمنة. شو رأيك نقوم نضب كلاكيشنا هيك ونطلع على الضيعة نعمل له مفاجأة؟ على الضيعة؟ بكي حمي بكي شيء؟ أنا ما صدقت حشيت منها للضيعة، بدك تجي تطلعيني لفوق؟ ليه؟ طب ما ليه؟ ما بتعرفي تنبسطي؟ بدك تعملي حساب كل فشخة قبل ما تعمليها مش عم بفهم. لا بدي أعيش هيك على الهوارة مثل ما أنت عايشة، ولك أحكي لك شي كلمة؟ أحكي لك شوي أنت إيش؟ ليك مش قادرة مش قادرة مش قادرة هيك واعية مبسوطة رايحين على مصر عن جد عن جد ما تعتبروا انه نحن رايحين نشتغل نحن رايحين نعمل سياحة رايحين ننبسط رايحين نشوف الأهرام رايحين نشوف أبو الهول بكل عمري أحلم روح على مصر بس عن جد مش مرتاحة طيب شو بعمل بعدين لايكة أنت قاعدة ومترنخة على عرشي شو بدنا نقعد نعمل هلا؟ ما قاعدين هيك مثل الأربعة من الجمعة مش مفروض نفوت لجوا حدا يجي ما قالت لنا نجيبة إنه نقعد هون وننطر هيدا الزلمة اللي جاي من قبل إحسان نسيت اسمه جايب معه باسبوراتنا بيجمعنا كلنا وطلعنا على الطيارة ليش نحن بنعرف نفشخ شيء هون بلا لا وينو هيدا؟ انطري اقبعوني بس شوي انت؟ ليك هاتي قومي قومي بيب 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 قومي قومي يسون شو بدنا نعمل يعني؟ قومي نركض عملي لك لفتين ثلاثة هيك في محل بوزة هوني ايه معكي مصاري؟ قومي اشتري لنا بوزة هلا ما معي معكم؟ لا أنا خلص معاشي ايه اسكتي لكين طارو يا ربي يوصلوا بالسلامة استاذ إحسان بدي كلمة منك وحدة بس تريحني الصبايا بعرفهم من هن وصغار هن ولاد ضيعتي وبحبهم كتير وصاحب المعمل هون هو قرابتي أنا وياه ما عملنا عائلة هلا بدك تفتحي لي إخراجات قد العائلة أنا بس بدي تجاوبني على سؤال واحد حتى ريح ضميري البنات في خطر على حياتهم؟ أكيد لا يشكر ربهم بناتك رايحين عن نعيم بدل ما هن مقبورين هون ليل نهار بمعاش تعطير. انت لو بتعرفي مين البنات اللي رايحين معنا ما بتصدق. كلهم خريجين جامعات، مدراء بنوكي، مسؤولين بشركات ورايحين. يشكر ربهم بناتك. طيب انا ممنونتك. مثل ما اتفقنا الموضوع بينتهي هون. بيموت بح. اوكي يا ست نانو اوكي بعد ما شال عيونه شكله شايفك وشي خلص انتهي بعد ناقصنا هيدا كمان لك انت شو ما بينظهر فيكي؟ بضلك تعملي لنا مشاكل وين ما نروح؟ انه منيح اللي فال وليد وقال لك انقبر يا ريت كان بعد وليد هون خليه يقبره البنت اللي عملت حاجة أنا ببص على الإشارة بعدها بشايفها مكشرة بالظبط زي يلا
كيفك خيي؟ اشتقت لك. وينك؟ أنا عند خالد ناطرة البنات ليوصلوا. إن شاء الله بيوصلوا بالسلامة. حتى لو منك راضي على زواج من أشرف مرة تانية، كمان رافض إنك تجي تشاركني الفرحة. طيب على القليلة قلي مبروك. أختي أنت بتعرفي إنه أنا ما بتمنى لك إلا كل الخير والسعادة والراحة. عشان هيك ماني مبسوط إنه ترجعي ترتبطي بجوزك مرة تانية. خيي خلص ما بقى تحلل. قلي مبروك وبس. مبروك أختي. مبروك. لكن وين هدول اللي جايين ياخذونا من هون؟ وين باسبوراتنا؟ شو بك سكتي هيك؟ بعد ما وصلنا على مصر تسيرة ابو الهول. ما بعرف شو بني يا بنات. بس حالي مش مرتاحة ابدا. شو حاسة؟ ما بعرف هيك حاسة حالي وحيدة على ضايعة على مش عم بفهم. دخلكم؟ هيدا اللي اسمه احسان وينه؟ مش هو اللي عملنا باسبوراتنا وورقنا وجابنا من لبنان لهون؟ ما عم بفهم تبخر هلا؟ مش مهم. مهم نلاقي هيدا المرة اللي قالتنا عنها نانو. اخيكم عن شو كان اسمها؟ سلامتكم. أنا لح أخذكم على البيت وأمن على وجودكم هني، فالحقوني أنتم شنطتكم. يلا تفضلوا. يلا صبايا. يلا. تأمرني بحاجة تانية يا كامل بيه؟ لا شكرا يا نور، بس قولي لسه شوقي يحضر العربية لأني خارج على طول. حاضر يا فندم. مبروك جوان كولاس مدام. جوان كولاس؟ يا صبايا يا ستي. اوه مثل ما شايفين جوان كولاس تبع الباص معطل. يعني بدكم تروحوا على البيت ماشي، بدكم ما تخزوني. سيارتي صغيرة وما بقدر اخذكم كلكم سوا. صبايا كثير رح نتسلى اليوم من هون على بيوتنا ماشي. سيارتها صغيرة. ايه؟ وبكره بكره في شغل ها؟ ما تنسوا. سوري بس متى كان هالباص ماشي؟ ايه؟ مش شايفه انه الجوان كولاس تبع الباص معطل؟ ما خدي حبيبتي، خدي هالورده اعطيها لمرت خيي. يلا انتبهوا على الطريق. يلا ماشي. يلا ما تنسوا بكره. انا بموتني. لا ما فيها تعمل فينا هيك.
كل مرة كل مرة بينتزل الباص. إذا صار فرج لك يا ستي بناتك بالسلامة اهو زي ما طلبت مني. هاي حبيبتي انت وانت كمان هي ما مصدقة. بصي بقى انا اروح اجيب سمر من الشركة عشان اتابع بنفسي ترتيبات احلى فرح لاحلى ست في الدنيا كلها. سلام. يا احلى يا احلى ببنات الحلوين. دخليك ليه بعدت خالد يجيبنا من لبنان؟ ما يكون نحن ولاد صغار. دخيله هيدا اللي بده يكبر حاله قبل بوقت. لاحقة أنا بالجامعة مام، أوكي؟ بلا هالحديث ولو خلينا مبسوطين إنه أنت وبابي عم ترجعوا لبعضكم، شو بدنا أحلى من هيك؟ هيك بيحكوا. ما عندك شي تقولي لي؟ لا ما عندي شي أقوله، تعبانة وبدي أطلع نام، السهرة طويلة اليوم عشيه. باي. ما تعت عليها مامي هيدا لين بدك تتعودي. هلا خبرينا انت شو لابسه اليوم. ما رح اقول لك مفاجأة. وهي هي المفاجأة اللي خبرتكم عنها. ما فهمت شو يعني. هلا الأستاذ زكي رح فهمكم كل شيء. ألف حمد لله على السلامة. يا مرحب بيكو مصر نورت. حدا في يشرح لنا شو عم بيصير هون؟ الأستاذ مدحت بيعتذر لكم بس النهاردة مش هيقدر يتقابل معاكم عشان بيخلص بعض الأجراءات في أوراق المصنع، يعني بالكتير قوي 6 7 8 9 10 أيام وهيكون كله تمام. قصدك إنه نحن جينا لهون قبل ما الأستاذ يفتتح معمله؟ يعني جايب موظفين من بلد لبلد وبعد المعمل ما عنده رخصة؟ إطلاقاً، ده ظرف طارئ، أنا نفسي اتفاجئت بيه، بس يعني مش هقدر أقول لكم غير سوري أنا آسف. طيب، نحن هون وين؟ حبايبي أنتوا هنا في بيتكم، هتبيتوا في الفيلا دي؟ كيف؟ نحن رح نسكن هون؟ ليش؟ ما فهمت. بكرة الأستاذ مدحت عازمكم على عشاء إن شاء الله وهيجاوب لكم على كل الأسئلة اللي انتوا عايزين تسألوها له عشان تطمنوا، أوكي؟ لا، إذا بتعملوا معروف، خلينا نفهم هلأ شو عم بيصير. أنا رح فهمكم كل شيء. هاي الفيلا بيملكها صاحب المعمل، بس هو ماله ساكن فيها. وعلى فكرة المعمل ما بيبعد عن هون غير بس 6 دقايق بالسيارة مو أكتر. صاحب المعمل تكرم عليكم ورح يخليكم تسكنوا كلكم مع بعض بهذا المطرح. يعني مثل ما لكم شايفين مكان آمن والعالم كلها حتكون بخدمتكم. لا تقولوا لي إنه بقية العمال ساكنين بهيك مسكن. بفهم إنه رح نسكن 3 سنين بفيلة الأستاذ؟ بعد 3 سنين هتطلبي تقعدي 30 سنة من الراحة والخدم اللي هتلاقيهم بيلبوا لك كل طلباتكم. يلا صبايا هلا رح يدلوكم على غرفكم، أوكي؟ تفضل حبايبي. طب وباسبوراتنا وين؟
أنا برأيي تطلعوا على غرفكم ترتاحوا شوي ومنجتمع الساعة 8 على العشاء. هند عايزك في كلمتين. ليك ملا قصر بشرفك لك شو حلو؟ ساعة أنا خايفة كتير. الوضع أبداً ما بيطمن. شو يعني ما بيطمن؟ ليك عم قلك ليك ملا قصر لك شو كبير وعنا مسبح كمان. والله كأنه عايشين بحلم حبيت. الله يستر ما نكون عايشين بكابوس. كابوس وما نعرف نطلع منه. شو قصدك لي؟ لا يا ماما انت لسه لبستيش لغايه دلوقتي؟ بقول لها ثلاث اربع ساعات وفضل نبقى هناك. بقول لك ايه؟ البس دي ولا البس دي؟ دي حلوه قوي. جمالك انت جمال حبيبي. عبال ما افرح فيك يا رب. لا انا خلاص كبرت على الحاجات دي. اهم حاجه اني بشوفك بتتزفي على ابويا من جديد. انت كبرت وانا شو؟ عم بتجوزني لبيك مره تانية؟ معقول؟ غريب غريب انت يا صبي، ما بتشبه حدا بهالدنيا. اهم حاجه ان الواحد يبقى شبه نفسه بس. بقولك يا ماما انت لسه بتحبي بابا زي الاول؟ ما بعرف اذا زي الاول بس انا بعدني بحبه كتير. من اليوم اللي تعرفت عليه لهلا ما حبيت حدا غيره. حتى لما كنا مطلقين 7 سنين طلاق بس أنا ولا يوم حسيت حالي إني ماني مرتبطة. ماني مرتبطة بهالرجال اللي هو اسمه بيك. عشان كده أنا عملت المستحيل عشان ترجعوا لبعض تاني. هلا هيدا أنا إحساسي. ما بعرف هو شو إحساسه تجاهي. أنت مش قلتي إن قالك إمبارح إنه بيموت فيكي؟ هيك قال. مهم اللي يكون عم بيقوله حقيقي وصادق. طب بذمتك أنت في راجل في الدنيا ما يحبش واحدة زي القمر زيك؟ يلا عشان نلبس. تارارارا تارارارا لا 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 لا. شو بيك مثل الطلطميس؟ صحتيني لشوف هون. احيا المقطع طلع. سعيده يا جماعه. سعيده بدنا نجيبك. وين عم ابراهيم؟ يا حجوة بالاوضه. هي مش عارفه شيء عن ريم. هيك الهيئه. تح تح انت كفي لي درسك. شو يا ابراهيم؟
كفنت الكريم؟ دخيلك يا نجيبة، قلبي عم بيوجعني. البنت ما تلفنت، ورامي رح سأل عن سوها وأنت معي. ما حدا منهم تلفن، ليش قولك؟ ما تخافي رح يتلفنوا. أنت عايزك شي؟ أنا ما بدي شي أبداً غير اطمن على بنتي. شايف البنات مبسوطين؟ على رب على الله. شو بنات فتلتوا بالمكان؟ منورين. حبيتوا غرفكم؟ ايه كتير. إذا بتعملوا معروف بدنا تليفون لنحكي مع أهالينا نطمنون علينا. هلأ ما في تليفونات، مو شغال. لبكرة أدمع. مش مشكلة، ننزل على الطريق من تلفن من الشارع. حبايبي اسمعوني بس كلمتين عشان نبقى ايه متفقين. انتوا هنا كلكم نازلين تحت مسؤوليتنا، فمفيش واحده تقدر تروح ولا تيجي الا بموافقتنا. يعني مش هتخرجوا ولا تدخلوا غير ما احنا نوافق ونقول لكم حاضر. وبعدين كلها سوادي الليل يا اولاد، والاستاذ هيجي وكل اللي في نفسكم فيها تقولوا له وتفهموه. صح؟ بس انا ما نعم بفهم، ليه ما بتخلونا ننزل دق تليفون لأهلنا؟ لأنه الكونترا اللي انتم مضيتوا عليه لسه ما صار شرعي. بس لحتى يتثبت وكل الأمور تصير منيحة، فأنا قطعاً رح أخذكم وين ما بدكم. شو قصدك يعني؟ رح تحبسونا هون كم يوم؟ هلأ هون حبس؟ انتم بعمركم شفتوا هيك فيلا من قبل؟ بلشتوا تتكبروا علينا؟ بدنا باسبوراتنا حبيبتي. بزبرتاتكو كلها خدتها هند عشان بكرة نبعتها السفارة وتعمل لكم الإقامة والإجراءات القانونية. يلا باي. نفهم إنه نحن مخطوفين مش هيك؟ خلاص بليز، خلاص ريم. انت مجنونة يا ماما، انت اكيد مش فاهمه انت بتقولي ايه. انتو زعران وهيدا الشيء واضح، انتو عم تضحكوا علينا كلنا. نحن بدنا باسبوراتنا هلا، والا ايه يا كتكوته؟ كملي. والا ايه؟ والا بدي صرخ كل الليل وبدي لمع عليكم القاهره كلها. يا زعران يا كلب، هاتولي البنت دي. يا كلب يا كلب، قولي يا امي قبلك يا امي، قولي يا مجرمين يا كلاب. انت بتقولي ايه؟ كلب؟ مين اللي كلب يا بنت الواطيه؟